التعليم او المدرسي وخاصه للاطفال شيء كثير مهم. يعني من حق كل طفل انه يكون موجود بالمدرسه. بس اكبر بدي اصير رسام لانه بحب ارسم ماما وخيي الصغير والتيتا ورفقاتي والمعلمات. مع مطلع العام الدراسي 2011-2012 اسست جمعيه تيت تشايلد المدرسي وعرضوا علي مشروعهم، فاخترنا التلاميذ المنتمين الى العائلات الاكثر فقرا في المدرسه. عندي خي بصف السادس واخت بصف الرابع. انا اختي هلا بالترمينال شاطره كثير، وكانت هالفتره هي عم تتعلم عم تساعدها جمعيه تيتش تشايلد، وهي حابه وتتخرج هالسنه تعمل انفيرمير، وانا كمان بحب ادرس كثير وخلص درسي وخلص اوصل للجامعه اعمل مخرج تا اخرج افلام وصورهم واخد جوائز كثير. أبدينا ب 40 تلميذ ب 2011، ونحن اليوم بسنة 2016 صار عندنا 62 منحة عم تتقدم بتيتش تشايلد. مكنت جمعية تيتش تشايلد إنه تنتشر بأغلب المناطق اللبنانية في المدارس الرسمية، وأيضا ولدت عنا بالمدرسة بين التلميذ وأهاليهم شعور بالأمان والاطمئنان إنه في سند إلى جانبهم هالولاد بساعدهم طيلة فترة دراستهم منذ المرحلة الابتدائية إلى المرحلة المتوسطة إلى المرحلة الثانوية. ولمست كمان عند أعضاء الجمعية جدية بالعمل وحماس لإنجاح هذا المشروع. بحب ضلني بالمدرسة لأنه إذا واحد ما تعلم ما في يشتغل وقت يكبر، ما في شغل بلا تعليم. ونحن لازم ندعمهم مادياً ومعنوياً، لأن هيدا بيؤدي لنمنع تسرب المدرسة بعمر طفولي. تسرب المدرسة معناته الشارع، والشارع كلياتنا بنعرف لوين بيؤدي. حلم كل طفل عم تحقق له إياه تيتش تشايلد.